شاب كان نفسه يتجوز، فلما راح يتجوز فراح يتقدم لاسره كريمه، ناس افاضل يعني. فالمهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى لما قعد مع حماه وحماته يعني، فبيتكلم معاهم فقالوا يا ابني شوف يا حبيبي، احنا لا يهمنا لا فلوس ولا دنيا ولا مناصب ولا جاه ولا اي حاجه، احنا اهم حاجه عندنا يا حبيبي احنا بنشتري راجل، عايزين بس نشوف اخلاقك، معاملاتك، سلوكياتك، صلاتك، ذكرك لله، قراءه القران، ما شاء الله، مش عايزين منك اي حاجه. ايه رايكم؟ اكمل الحكايه ولا اصحى من الحلم؟ يعني بتهيألي اصحى من النوم احسن. نفسنا نشوف اسر بالنماذج الجميله ديت. انا عايز اقول حاجه صغيره خالص. كتير جدا من الشباب يقول لما رحت عشان اتقدم واتجوز فوجئت ان كل الاسئله بتنصب حوالين شهادتك ايه؟ معاك كام؟ الشقه اخبارها ايه؟ العفش اخباره ايه؟ معاك ايه فلوس في البنك؟ عندك املاك ولا ما عندكش؟ نفسي اشوف اسره، واكيد موجود بفضل الله، المسلمين كلهم خير والله، محتاجين بس توجيه بسيط. نفسي اشوف واحد يكون رايح يتقدم فقالوا بتصلي الصلاه الخمسه في المسجد ولا لا؟ اخبارك ايه مع القران؟ بتذكر ربنا ولا لا؟ بتستغفر، بتصلي على النبي ولا ما بتصليش على، زي ما انتوا بتصلوا على النبي دلوقتي صلى الله عليه واله وسلم، يا ترى اخبارك ايه يا ابني مع طلب العلم، مع الدعوه الى الله؟ نفسنا في الاسئله دي، نفسنا نسمع عن واحده مهرها القران، وواحده ثانيه مهرها الاسلام، وواحده ثالثه مهرها حفظ البخاري ومسلم، وهكذا، نفسنا نسمع عن النماذج الجميله دي. اخويا وحبيبي الوالد الكريم ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. عايز اقول لك حاجه، اللي هتعمله في الشاب اللي جاي يتقدم لبنتك لما تيسر له الزواج ان شاء الله هيحصل مع اولادك، ما انت برضه ليك اولاد، زي ما انت ليك بنات ليك اولاد هيروحوا يتقدموا لبنات ناس تانيين، فلما تيسر هنا الجزاء من جنس العمل. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، والجزاء من جنس العمل كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. الحاجه الثانيه ان انت لو عملت خير مع زوج بنتك هو عمره ما هينسى الخير ده ابدا، وهيفضل طول عمره شايلها لك بجميله، ده الانسان السوي، انا ماليش دعوه بانسان بقى مش سوي، دي حاجه ثانيه، هيفضل شايلها لك بجميله، يقول يا سلام الله يبارك في حمايا، ربنا يبارك في حماتي، يسهلوا لي الامر ويسروا لي الامر، ربنا يجازيهم عني كل خير، والله ما انسى فضلهم ابدا، وهيكرم بنتك اكراما ليك، ولو في يوم من الايام حب يزعل بنتك هيفتكر ان انت عملت معاه المعروف ده، عمره ما هيسيء لك ابدا ولا هيسيء لبنتك ابدا بفضل الله. والعكس بالعكس، لو انت بقى اجبرته على انه يدفع مهر كبير جدا وشبكه كبيره ويكلف تكاليف الدنيا ويروح يستلف ويتداين عشان يتم العرس ده وعشان يعف نفسه ويعف بنتك، عمره ما هينسى الاسوأ اللي انت قابلته بيها، وعمره ما هينسى ان انت سبب ديونه، ويمكن كل دوت يطلع على بنتك نفسها هيعملها اسوأ معامله، بل ويمكن يوصل الامر للفراق بسبب هذا التعسير. والتعسير ليس من سنه الحبيب النذير صلى الله عليه وسلم، وانما كان من امر النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. شوف ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى جل جلاله ماذا كان يقول في كتابه حينما يامر بتزويج الفقراء من المؤمنين، يقول جل في علاه وانكحوا الايام منكم، الايام اللي هم الايام جمع ايم، والايم هو الشاب اللي ما اتجوزش او الفتاه اللي ما اتجوزتش اسمهم ايم، خد بالك، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليهم. ياتي الغنى ازاي؟ يوضح النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث حق على الله معونتهم، والحق ده ربنا أخذه على نفسه ولم يأخذه أحد على الله جل وعلا. ثلاث حق على الله معونتهم، المعونة فوق الرزق. مين أول واحد؟ الشاب الذي يريد العفاف. أنا عن نفسي مجرب يعني، لما جيت أتجوز فربنا يسر سبحانه وتعالى، وكان الأمور بسيطة جدا، لكن ربنا يسر الأمور في فترة وجيزة جدا. ليه؟ المعونة، المعونة تأتي من السماء لمن يريد العفاف بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أيوة كده، رتب لسانك بالصلاة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح، وحنا اتفقنا على الأمانة العلمية، بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النكاح أيسره. الله، أحسن جوازة في الدنيا اللي متيسرة. بل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد والحاكم بإسناد حسن قال إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. إن من يمن المرأة ومن بركة هذه المرأة إن يكون كل حاجة متيسرة.
تيسير زواجها وتيسير خطبتها وتيسير كل حاجة في أمر الزواج ده من يمن المرأة، وإن أعظم النكاح